دلع. لا ما هو لا مش دلع. مش دلع. يعني هو راجل تعبان جاي من الشغل صور يمكن اكتر من 24 ساعه بجد، وهو شيف عنده مشكله ما بيقعدش خالص، فدايما مش تعب ده ارهاق بيوري كده. ارهاق مش تعب، مش مريض يعني، ارهاق مرهق. اه طب تمام. طب فعملتها له، تعبان رجلي وجعاني فاتوره جايبه ملح من الاردن، طب حطيه لي، طب يلا يلا، لكن مش هقعد ادعك له رجله يعني. لا حطيت له الميه بالملح وهو حط رجله. موضوع مش كبير زي ما انا لقيته يعني. انا رحت ندوه لقيتهم بيقولوا لي انت عارفه ان ده ترند النهارده على تويتر ولا يوتيوب؟ لا بجد، عشان حطيت الراجل. عندك حق ان في ستات ممكن وبعدين في ناس علقت اللي هو طب ده ردوى الشربيني هتزعل منك. فقلت لهم ردوى حبيبتي، انا بحب ردوى جدا وبحب اراء ردوى جدا على فكره، لان ردوى بتقول حاجات كتير قوي صح. وهي ست مش ضد الراجل، ما هو اللي انتم مش قادرين تفهموه انها مش ضد الراجل، هي ضد الراجل اللي بالمنظر ده، اللي بيروح يعمل مصيبه ويعامل الست بطريقه سخيفه. ما هو انا هبقى كده على فكره، ولو قدمت برنامج وواحده جت قالت لي الراجل بتاعي او راجلي بيعمل واحد اتنين او بصباص او او او، مش هقولها لا طب طبي عليه يعني. لا الناس فاهمه غلط، في شعره في الموضوع، انك تعامليه باحترام بس اكيد هيبقى محترم. ما كانش محترم في داهيه يعني خلاص امشي.